أهلا بكم مشاهدينا مجددا من السودان إلى اليمن السعيد، وبعد مشاهدينا سنوات من الحرب القاسية، ها هو اليوم اليمن السعيد وخلال عيد الأضحى يحاول أن يلملم جراحه ضمن قساوة سنوات الحرب التي خلفت أوضاعا جد صعبة، أوضاع اقتصادية صعبة وأوضاع على مختلف الأصعدة، والتي منعت لربما الكثير من اليمنيين من ممارسة طقوسهم الخاصة بالعيد كما تعودوا عليها في سنوات الرخاء. مشاهدينا للاطلاع أكثر على أجواء العيد في هذا البلد يلتحق بمباشرة من صنعاء العاصمة اليمنية مباشرة إياد خالد الضبيبي الصحفي والناشط في المجال الإنساني. أهلا بك إياد، عيدك مبارك. ربما أن الصوت غير واضح. إياد إذا أنت تسمعني، إذا لحين معاودة الاتصال بإياد. كنا سهلا. نتكلم مشاهدينا عن الأجواء، أجواء العيد في اليمن وتحديدا من صنعاء، حيث يلتحق بي في هذه اللحظات إياد خالد الضبيبي الصحفي والناشط الإنساني. أهلا بك إياد، عيدك مبارك. وينعاد علينا وعليكم والشعب العربي كافة بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. إن شاء الله. إياد، عيد الأضحى لربما هذه السنة يأتي في ظل عودة بوادر السلام والتهدئة على الأرض في اليمن، وإن ظلت لربما الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها هذا البلد، كيف أثرت على طقوس الاحتفال ربما في اليمن، وكيف كانت الأجواء؟ حدثنا أولا عن الأجواء التي عاشها اليمنيون اليوم مع بداية ساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك. أولا أود أن أخبركم بأن الأجواء جدا جميلة. اليمنيون دائما ما كانوا يحتفلون بالعيد برغم الظروف، برغم صعوبة الظروف، برغم الحرب، برغم الحصار، كان دائما هناك احتفاء بالمراسيم يعني المناسبات الدينية بشكل كبير جدا جدا، بغض النظر عن الحرب وعن أي ظروف كانت في البلد. إذن هو أما تحدي من الناحية الاقتصادية، اليمنيين للخروج طبعا بأجواء استثنائية وفرحة في ظل رغم كل الظروف، لربما في أجواء التي يعيشها السودان أو عفوا اليمن من صعوبة في طبعا الجانب الاقتصادي، خاصة الجانب الاقتصادي. نعم هو يعني تحدي، ولكن الشعب يريد أن يعيش، يقول نحن هنا نريد أن نعيش، نريد أن نحتفي بمراسيم الحياة، بأن نفرح وأن نغني وأن نعيش وأن نخرج وأن نلبس. فالاحتفاء بهذه المظاهر يعيد لنا البسمة ويعيد لنا الشغف في الحياة، ولذلك الشعب يتعاهد بعضه البعض، الغني يتعاهد الفقير لكي نتم هذه المراسيم ولكي نتم هذه الأعياد والمناسبات. طبعا هذه السنة مختلفة لربما عن السنوات السابقة إياد، خاصة مع العودة للحديث على مبادرة السلام والهدنة طويلة الأمد في اليمن، حيث اليوم سكت صوت الرصاص وهو الملاحظ. كيف استشعر اليمنيون هذا الفرق من خلال عيد الأضحى لهذه السنة بالسنوات الفارطة؟ طبعا هناك بوادر امل، يعني انه في هناك بقعه ضوء انه الحرب ستنتهي وانه سيعود السلام وانه سيكون هناك صلحه وطنيه تتم بشكل جميل جدا الى ان نتم هذه الظروف اللي مرينا فيها من تقريبا 8 سنوات. هناك تفاؤل في الشارع وعند الناس بأنه ستتم هذه السنوات، سنوات الجوع، وستكون هناك سنوات فيها بالتفاؤل والفرح والحياة الكريمة إن شاء الله. طيب كيف عاش اليمنيون صلاة العيد في
خلال اليوم الأول، من خلال أيضا الطقوس والتقاليد التي يمارسها اليمنيون. كيف هي؟ حدثنا عن الأجواء. الطقوس اليمنية والتقاليد معروفة جدا في المنطقة. اليمنيون ناس بسيطين جدا، يعني ممكن احنا نجتمع ونحتفل، ممكن نصلي في مسجد، نخرج نشوف الناس تخرج تسلم على بعضها، الأطفال يحصلون على العيديات، مظاهر بسيطة جدا ومظاهر ممتلئة بالفرح. المجازر أيضا من ناحية أخرى، تذهب إلى المجزرة فترى هناك زحمة كأنه لا يوجد هناك أي حرب أو شيء، يعني مظاهر العيد ومظاهر الفرح تكتمل، لا يوجد أي قلق، لا يوجد أي خوف. هنا إذا نزلت للشارع سترى مظاهر فرح الناس في الشارع، يعني كل الأجواء مكتملة، من ناحية الأطفال، ملابس الكبار، طريقة احتفائهم، فرحهم بالعيد، ابتساماتهم، فالجو جدا جميل جدا رائع. نتمنى لو كان هناك بث حي لنقل هذه الأجواء. طيب، كيف استشعر اليمنيون من خلال يعني الشارع اليمني، كيف استشعروا هذا الهدوء، هذه ربما السكينة في المؤقتة ربما في ظل هذا العيد؟ استشعروا بروح جدا فرحة وروح جدا ممتلئة بالشوق لهذه الأجواء، لأنه من قبل كان هناك تخوف من بعض الخطوات العسكرية أو من بعض الخطوات في الحرب، لكنهم استشعروا هذه السنة بنظرة أمل، من يعني تحسين الوضع الاقتصادي، من توزيع الرواتب. هناك يعني أخبار تشير بأنه سيتم توزيع رواتب للموظفين إذا قد انقطع عنهم الراتب لثلاث سنوات، فلذلك هناك فرحة في الشعب، فرحة عارمة بأنه يعني بدأنا نرى الخط الفاصل في هذه الأيام وهذه السنوات الصعبة. طيب، لربما الشارع اليمني كيف استقبل التقارب الذي حصل مؤخرا بين طبعا السعودي الإيراني، والذي أعاد لربما الأمل والتفاؤل بإمكانية إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة في اليمن؟ شوف، الشعب اليمني حرفيا يريد أن يعيش، لا يريد أن ينتمي إلى أي طرف، سواء هنا أو هناك، هنا نريد أن نعيش فقط. ولذلك ترى الشعب يعني تواقون للعيش أكثر من أنهم تواقون للتمسك برأي محدد أو مع جماعة محددة. لا نريد شيئا غير السلام، لأنه بعد 8 سنوات حرب ستجد في النهاية بأنه لا سبيل للحياة الكريمة إلا بالسلام وتقبل الرأي والرأي الآخر، وهذا ما يحصل الآن في الشارع. ترى الناس غير يعني غير مكترثة بشيء إلا السلام وإلا التسامح وتقبل الرأي والرأي الآخر أفضل مما كان عليه قبل 8 سنوات. طيب، لابد من، إن تحدثنا عن اليمن السعيد لابد أن نتكلم على بعض التقاليد الجميلة، نتكلم على بعض الأجواء الأسرية الجميلة، فيما تعلق بداية من لباس التقليدي الذي يرتديه اليمني خاصة في اليوم بالتحديد. فهنالك بعض الأمور التي يرتديها اليمنيون في هذا اليوم، أيضا بعض الأكلات، بعض الأجواء التي تصنعها العائلات اليمنية. لربما أنت ضعنا في صورة هذه الأجواء ككل، يعني حدثنا بالتفاصيل حول هذه الأمور. اليمنيون يحتفلون بشكل مبسط جدا، بالذات في عيد الأضحى نسميه عيد اللحم، عيد اللحمة. فنتحدث جيراننا، سواء الشخص الذي يضحى أم لم يضحي، الجميع يحصل على حصته من اللحم. نقوم بطبخ اللحم ولبس اللبس التقليدي، اللي هو الثوب والكوت والشال والحزام. الأطفال يحصلون عيدياتهم كأي عيد. هناك الكعك التقليدي، أعتقد أنه موجود في جميع البلدان العربية. مراسم العيد عندنا اللي هو في ناس
اللي هم في جنوب اليمن بتنام، بتتغدى وبتنام اليوم الثاني. عندنا في صنعاء اللي هو بنتي، وبنجتمع في مقاهي الألقاب وهذه المجالس العربية طيب، ونجتمع فيها جميل جدا، هذه. جميل جدا. حسب هذه ما طبعا كنت تتكلم عنه حول هذه التقاليد الجميلة جدا. إياد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وحدثنا مباشرة من صنعاء العاصمة اليمنية إياد خالد الضبيبي، الصحفي والناشط الإنساني في المجال الإنساني. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، متواصلون معكم ضمن برنامج الصباح نيوز وفقراتنا المتنوعة، ابقوا معنا.